وللوقوف على التطورات في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال وسط انهيار المنظومة الصحية والإنسانية، معنا عبر الإنترنت من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة رتيبة النتشة، ومن لندن الكاتب الصحفي زياد المنجد. البداية معك أستاذ زياد، يعني الناطق باسم القسام تحدث عن مقتل 5 أسرى إسرائيليين بقصف للاحتلال استهدف منطقة من مناطق غزة. السؤال هنا، إلى أي مدى ساهمت خطط الاحتلال التدميرية بالوصول إلى هذه النقطة؟ لا شيء، أولا تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفتك العزيزة من الأراضي المحتلة. يعني لا شك أن قوات الاحتلال في اعتمادها الأرض المحروقة في التعامل مع سكان غزة المدنيين، فإنها أوصلت الأمور إلى هذا الحد، يعني مقتل عدد من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة مسؤولة عنه قوات الاحتلال، فهي تعمد إلى قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية وكامل الجغرافيا في قطاع غزة، وهؤلاء موجودون في الجغرافيا في قطاع غزة، وبالتالي فإن قوات الاحتلال باعتمادها هذه الآلية لإنهاء حماس وإنهاء المقاومة الفلسطينية هي المسؤولة الأولى والأخيرة حتى عن مقتل أسراها لدى حماس، فهذا أمر يعني أكيد قوات الاحتلال هي التي يعني تتسبب في هذه الجرائم التي تطال المدنيين في قطاع غزة وتطال أسراها لدى حماس. نعم. أستاذة رتيبة، هل تعتقدين أن الشارع الإسرائيلي سيصمت بعد هذا الخبر، مقتل 5 من الأسرى المحتجزين في غزة؟ أي مصير ينتظر نتنياهو ومجلس الحرب بعد هذا الخبر؟ يعني أولا مساء الخير. أهالي الأسرى منذ اليوم الأول وهم في احتجاجات ومسيرات يطالبون الحكومة باسترجاع أبنائهم، بأنهم أصبحوا مقتنعين خاصة بعد الهدنة التي حدثت وتبادل الأسرى الذي كان أن السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الإسرائيليين من يد المقاومة الفلسطينية هو التفاوض والجلوس والنزول عن الشجرة والتفاوض مع المقاومة الفلسطينية، حتى لو كان ذلك بتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، بمعنى الكل مقابل الكل. ولكن بنيامين نتنياهو وحكومته ومجلس الحرب ليسوا مقتنعين حتى اللحظة بأن هذه الوسيلة الوحيدة لتحرير الأسرى برغم كل الخسائر التي بنيت بهم. استطلاعات الرأي في إسرائيل تظهر بشكل واضح عدم ثقة المجتمع الإسرائيلي بهذه الحكومة وإدارتها للحرب، وبالأخص ملف الأسرى. لذلك تنقل أهالي الأسرى بين دول العالم مستجدين تدخلهم للضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب. هل سيدخل مضيق هرمز على معادلة حرب غزة بعد باب المندب؟ لماذا تأخرت إيران بفرض هذه المعادلة رغم مرور 78 يوما على العدوان أستاذ زياد؟ تدخل الحرب إلى جانب أهلنا في غزة مباشرة، هي تريد أن تحرك أذرعها في المنطقة، وهي برأت نفسها منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى، قالت أنها لا تدري بالعملية، وحتى أن الولايات المتحدة الأمريكية برأتها، الرئيس بايدن برأ إيران بهذا العمل. ما تقوم به إيران في تشكيل قوة للعمل في الخليج هو عبارة عن مظاهرة لكي تثبت للعالم أنها موجودة وأنها يجب أن يحسب حسابها في أي تحرك في المنطقة. يعني بعد ما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة حرس الازدهار وتشكيل قوة من 19 دولة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، نرى أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تكسيري قال أنهم أعدوا يعني قوة بحرية من 55,000 عسكري و 33,000 قطعة بحرية للعمل في الخليج. هذه هي عبارة عن مظاهرة، ولا يمكن أن تدخل مباشرة إيران في أي حرب. هي تريد أن تحرك أذرعها وتبقى خارج هذه الأمور لكي يعني
تقول للعالم أنها موجودة ويجب أن يحسب حسابها في أي عمل في المنطقة. أستاذ رتيبة، كاميرات مراقبة متعددة سجلت سلسلة إعدامات ميدانية نفذتها قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدنا مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. سؤالي لك، هل ترين أن تصرفات الاحتلال وسياساته الحالية هل يمكن لها أن تؤدي إلى الاستقرار في غزة والضفة كما تقول الولايات المتحدة؟ الممارسات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى انفجار الشعب الفلسطيني الذي يحاول حتى اللحظة في الضفة الغربية ضبط النفس قدر الإمكان اتجاه هذه الممارسات الفاشية حتى لا تنفجر الأوضاع إلى أوضاع مشابهة لما يحدث في قطاع غزة، لأن إسرائيل تهدد بأن لا حدود لما يمكن أن تقوم به بالحرب الشاملة. وأعتقد أن مرحلة التعبئة ما زالت مستمرة في الضفة الغربية وليست مستعدة الأجواء بشكل كامل إلى هذا الانفجار، إلى انتفاضة ثالثة، مع أن كل المؤشرات تتحدث عن وصول الشعب إلى مرحلة الغليان. ما قبل هذا الانفجار الكبير أصبح الاستيقاظ على أسماء الشهداء في الضفة الغربية حدثا يوميا منذ بداية هذا العام. نحن اليوم قاربنا على نهاية أيام قبل نهاية عام 2023، وكل يوم نستيقظ على أسماء شهداء جدد وعلى انتهاكات جديدة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا. سأعود إليك أستاذة رتيبة. إليك الآن من جديد أستاذ زياد، يعني هذا الواقع الإنساني، إلى أي مدى تتحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها عنه، خصوصا فيما يتعلق بانهيار المنظومة الصحية والإنقاذ في ظل الدعم العسكري اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي؟ بشكل أكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن استمرار الحرب والمسؤولة عن مقتل أهلنا في غزة، وهي التي دعمت الكيان الصهيوني منذ بداية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت نصف أسطولها البحري لمساندة الصهاينة، وهي التي يعني شجعت الصهاينة على الاستمرار في حربهم ضد أهلنا في غزة، وما زالت تدعمهم إلى الآن. ولو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تغيرت قليلا بسبب الضغط الشعبي والاستنكار العالمي لجرائم الصهاينة في غزة، ولكن بشكل أكيد الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن هذا الحال الذي وصل إليه حال المدنيين في غزة بسبب دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني ولمنع المواد الغذائية والمواد الصحية للوصول إلى سكان مدينة غزة أو قطاع غزة. صحيفة واشنطن بوست أستاذة رتيبة تؤكد أن الدمار في غزة لا مثيل له في القرن الحالي. أي دولة فلسطينية تريد أمريكا دعمها في ظل هذا الدمار منقطع النظير المستمر بغزة والتضييق والاعتقالات في الضفة الغربية؟ ولنضع بالاعتبار قول نتنياهو مؤخرا إنه لا يريد في الضفة أو غزة لا فتحستان ولا حماسستان، فعن أي دولة تتحدث أمريكا؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحدث عن دولة فلسطينية مطلقا، وهي حتى اللحظة ترفض الاعتراف بدولة فلسطينية. ما يتم التداول عنه بحل الدولتين هو مجرد شعارات منذ 30 عاما يروج لها لإبقاء الحال على ما هو عليه. نحن الآن تحت احتلال 5 نجوم بالمفهوم الإسرائيلي، بمعنى إسرائيل ليست باحتكاك مباشر مع السكان الفلسطينيين، هنالك من يجبي لها الضرائب، يدير الشؤون المدنية الفلسطينية، وهي تتحكم بالأمور الأمنية في الحدود، في المداخل، في من تعتقل ومن لا تعتقل. وبالتالي هي تلعب دور الاحتلال المريح، والولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار في توفير هذه البيئة من الاحتلال المريح لإسرائيل. وبالتالي الحديث عن إيمان أو شكل الدولة الفلسطينية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية هو ضرب من الخيال، لأنه لا يمكن أن يلتقي المشروع الصهيوني الأمريكي مع إقامة دولة فلسطينية وإحقاق الحقوق الفلسطينية. هي تريد إدارة مدنية فلسطينية تحت مسمى سلطة أو ما شابه ذلك لإدارة شؤون السكان، وتخليص دولة إسرائيل من عبء السكان الفلسطينيين الذين تجتاح مدنهم
وتعتقل من تريد منهم وتغتال من تريد منهم متى شاءت وتستبيحهم متى شاءت. ما خطورة الخطة التي تريدها أوروبا أو تريد اتباعها أوروبا ضد حركة حماس والتضييق عليها قانونيا وإعلاميا أستاذ زياد، خصوصا فيما يتعلق أيضا بالتضييق على من يدعمون المحتوى الفلسطيني ومن يناصرون غزة ممن يسكنون أوروبا أو من المواطنين الأوروبيين بشكل عام، حدثنا عن خطورة ذلك. لا شك أن هذه الخطة وضعتها إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وهي تعم يعني تهدف إلى حرمان حركة حماس خارج غزة من الموارد، وتصنيف حركة حماس على أنها إرهابية، وتجميد أصول وممتلكات الجماعة في حال وجودها، وتفعيل مكافحة التمويل، ودعوة فرنسية، فرنسا دعت لتوسيع التحالف ضد داعش ليشمل حماس. يعني هنالك تحالف دولي لمحاربة داعش، دعت فرنسا إلى توسيعه ليشمل حماس، وإضافة إلى مراقبة وتقييم المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين حتى لا يستفيد منها الحماس، وحرمان حماس من شبكات الدعم وتقويض بنيتها التحتية. هذه الأمور كلها يعني ستساهم في النيل من حال أهلنا في غزة وتجويعهم. عندما تمنع هذه الخطة المساعدات الإنسانية وتفحصها وتراقبها وتصادرها في حال شكت أنها موجهة إلى حماس، فهذا يؤثر على يعني الحال الإنسانية في قطاع غزة، حال خطير. إضافة إلى أن هذه الخطة تهدف إلى منع أي دعم في أوروبا لحماس، وبالتالي يعني قطع الدعم الخارجي لحماس ولأهلنا في غزة. أستاذة رتيبة، إلى أي مدى يبدو عقد مجلس الحرب الإسرائيلي أو كما يقال بالدرجة الفلسطينية العقد، يعني هذا العقد إلى أي مدى ترين أنه يوشك أن ينفرط في ظل فشل نتنياهو بتحقيق أهدافه؟ هذا أصلاً يعني بني على أساس ضعيف جداً، على أساس تناقضات وعدم اتفاق، وبالتالي هو أصلاً هنالك تناقضات داخلية في داخله، في آليات اتخاذ قراره، في خلفيات والمعرفة الموجودة لدى مكوناته، وبالتالي هي مسألة يعني لربما القليل من الوقت ليحدث هذا الانهيار، ليس فقط في مجلس الحرب الإسرائيلي وإنما أيضاً في هذه الحكومة الإسرائيلية الهشة منذ نشأتها ومنذ وجودها، والقائمة على أساس المقايضات وليست على أساس مثلا برامجي أو يعني تحالف قوي. وبالتالي نعم، هي يعني أعتقد ما لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية جزء من مجلس الحرب الإسرائيلي الآن وتدعم عدم انفراطه لانفرط منذ زمن بعيد يعني، وانهار من بداية هذه الحرب، خاصة وأننا شهدنا الكثير من تغييرات في الخطط الحربية والتردد، ومرة يتحدثون عن اجتياح بري، ومرة عن الحزام الناري، ومرة عن تفعيل هانيبال، ومرة عن المفاوضة على الأسرى، وبالتالي أصلا هو غير مستقر في قراراته، ويعني يقوم بتجربة التجارب بشكل عام. ولكن اسمح لي يعني تفضل. لو سمحت أن أعرج على السؤال المتعلق في تعريف حماس كحركة إرهابية. نحن مررنا في مثل هذا التجربة سابقا في منظمة التحرير في 82، تم تجريم كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني ووصفها في الإرهاب، ونحن حذرين جدا في فلسطين على عدم الوقوع في نفس هذا المطب مرة أخرى. لذلك ترى الكل الفلسطيني يقف صفا واحدا، ليس منذ اليوم ولكن منذ عدة سنوات، على منع تجريم أي فصيل فلسطيني سواء كان حماس أو أي فصيل آخر. سأعود بسؤال أخير إليك، ولكن قبل هذا أطرح سؤالي الأخير أيضا على الأستاذ زياد المنجد. يعني ألا ترى أن الكيان الصهيوني أستاذ زياد يبدو مهددا برمته اليوم في ظل غياب أي صورة للنصر واهتزاز صورته عالميا؟ يعني فعلا معركة طوفان الأقصى كانت بالنسبة للكيان الصهيوني حرب كاشفة، كشفت زيف أسطورة الجيش الصهيوني، وأن هذا الجيش الذي هزم عدة دول عربية
في 6 أيام، الآن الشهر الثالث ولا يستطيع أن يحتل بقى يعني عدة كيلومترات من أرض غزة، وهذا أثر على يعني على المجتمع الصهيوني. نرى الكثير من الصهاينة بدأوا يفرون من الأراضي المحتلة إلى المناطق التي أتوا بها. الاقتصاد الصهيوني تدمر وهنالك خسائر تقدر ب50 مليار دولار من خلال هذه الأشهر الثلاثة تقريبا، وهذا أمر كله سيؤثر على البنية الاجتماعية للكيان الصهيوني، وسيجعل الصهاينة يفكرون أنهم ليسوا بأمان في ظل هذه الحالة التي يعيشون بها، وبالتالي فالدولة الصهيونية ليست كالدولة الصهيونية قبل 7 أكتوبر، وهذا أمر يعني واضح، وكل الدلائل تشير إلى أن هنالك تغييرات ستطرأ على بنية الكيان الصهيوني وواقع الكيان الصهيوني وواقع المنطقة بشكل عام. باختصار، ما المطلوب اليوم بعد قرار مجلس الأمن بتوسيع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة سيدة رتيبة؟ وهل تقترب الحرب من إعلان وقف إطلاق نار كامل وفق المعطيات الحالية؟ أولا يعني الآليات الأمم المتحدة جميعها بحاجة إلى تفعيل وإلى إيجاد آليات جديدة لتجعل هذه القرارات قابلة للتطبيق، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية على الأرض التي تحاول أن تجعل من تطبيق هذه القرارات شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة. نحن بحاجة إلى تحالف دولي فيه ضغط وفيه قوة ولربما نوع من تهديد المصالح الحقيقية للدول العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها وإسرائيل، حتى تصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ في سواء كانت في إدخال المساعدات الإنسانية وإلزام إسرائيل بفتح المعابر لإدخال هذه المساعدات، أو حتى في إنهاء العمليات العسكرية. كل المؤشرات على الأرض تتحدث عن قرب انتهاء هذه العمليات العسكرية، سواء كانت الصلاحيات التي أعطاها مجلس الحرب لرئيس الموساد في التفاوض بشكل موسع على عملية إطلاق الأسرى وعملية التبادل والتفاوض على وقف إطلاق النار وهدن طويلة الأمد، أو حتى إعادة التشكيلات العسكرية، أو حتى من جانب آخر الضغط الذي يعانيه المجتمع الإسرائيلي ليس من احتجاجات أهالي الأسرى، وإنما من حجم الخسائر البشرية التي يعاني منها جيش الاحتلال نتيجة هزائمه في قطاع غزة. ونحن نعلم أن نقطة الضعف الأساسية في الجيش الإسرائيلي هي الموارد البشرية، وبالتالي عدد الخسائر البشرية هي التي ستكون حاسمة في إنهاء هذه العمليات العسكرية. من القدس، عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس السيدة رتيبة النتشة، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك ضيفي من لندن الكاتب الصحفي زياد لمنجد، شكرا جزيلا لكما.